الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نفتتح بسم الله تعالى أول الدروس، دروس المغرب في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله. وقبل أن نستكمل ما كنا قد بدأنا به في دورات سابقة، أحب التنبيه بشكل مختصر إلى أهمية طلب العلم الشرعي. فطلب العلم أيها الإخوة لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وإقبال الإنسان على طلب العلم وعلى التفقه في دين الله قد يكون أمارة على أن الله أراد به الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، أكمل الحديث، يفقهه في الدين. اتفق عليه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. والإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يصل إلى محل محب الله ومرضاته إلا عن طريق العلم. ولهذا تجد أن العامي حتى وإن كان عابدا قد يشدد في غير مواضع التشديد، ويتساهل في غير مواضع التوسع، بينما العالم تجد أنه يقف مع النصوص فيشدد في مواضع التشديد ويجعل في الأمر سعة في الأمور التي جعلت الشريعة فيها سعة، ويعرف محل محب الله ومرضاته. بل إن من ثمرة الفقه في الدين في أبواب المعاملات، وهي معنا الآن في هذه الدروس، أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريق مباح. وأضرب لهذا مثلا، جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني، يعني تمر من النوع الجيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا. ثم أرشد إلى المخرج. ما هو المخرج؟ تأملوا يا أخواني في المخرج: ولكن بيع الجمع، يعني التمر الردي، بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا، يعني بع صاعي التمر الردي بدراهم واقبض الدراهم واشتر بها صاعا من التمر الجيد. طيب، أليست النتيجة واحدة؟ نقول: هذا ربا، بل عين الربا، وهذا حلال. إذا بعت صاعين بصاع مباشرة هذا عين الربا، بعت الصاعين بدراهم واشتريت بالدراهم صاع من التمر الجيد هذا جائز. وهذا يدل على أن الصورية أحيانا لها أثر في عقود المعاملات. وهذا من ثمرة الفقه في الدين. الذي عنده فقه في الدين يبيع الصاع من التمر الردي بدراهم ويشتري بالدراهم صاع من التمر الجيد ولا يقع في الربا. الجاهل أو غير المهتم يبيع صاعين بصاع فيقع في عين الربا، وكلاهما قد حصل على غرضه، كلاهما حصل على صاع من التمر الجيد مقابل صاعين من التمر الردي، لكن هذا عين الربا وهذا جائز. ولذلك عند الحصول على السيولة النقدية من البنوك يمكن أن الإنسان يحصل عليها بتمويل مشروع، بطريق المرابحة، بطريق التورق، بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك، بطريق المشاركة، أو أنه يقع في عين الربا، دراهم بدراهم مع التفاضل في عين الربا. فالذي عنده فقه في الدين تجد أنه يستطيع أن يحصل غرضه بطريق صحيح، بطريق مباح، بطريق مشروع. وقد عقد
الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال، وذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. ومن عجائب ما ذكر يقول حتى الكلاب تشرف بالعلم، واستدل بقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فصيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام، فإذا كان هذا في الكلاب ما بالك ببني آدم، فهذا يدل على عظيم شرف العلم. والله تعالى لما استشهد على أجل مشهود وهو وحدانيته ذكر عز وجل ثلاث شهادات: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الشهادة الأولى شهادة من؟ شهادة الله، شهادة الذات للذات، وهي أعظم شهادة، هي أعظم شهادة، فإن الله يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو. هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وأشجاره لا بد له من خالق، هذا الخالق لا بد أن يعلن عن نفسه يقول أنا الخالق. هل في أحد قال أنا الخالق غير الله؟ ما في. لو ادعى أحد أن الخالق قيل له أخلق لنا، فمن السهل إفحامه. ولهذا قضية الخلق لم ينكرها حتى المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فشهادة الذات للذات، شهادة الرب عز وجل لنفسه، هي أعظم شهادة. الشهادة الثانية شهادة الملائكة، فالملائكة شهدت بأنه لا إله إلا الله. الشهادة الثالثة وهي موضع الشاهد، استشهد الله بطائفة من البشر، ليس بجميع البشر، بطائفة منهم وهم أولو العلم، فأولو العلم شهدوا بالأدلة والبراهين أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. وهذا يقتضي التعديل والتزكية لأولي العلم، لأنه لا يستشهد إلا بالعدول، فهذا يدل على عظيم شرف العلم. ومن أعظم آداب طلب العلم الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. وسئل الإمام أحمد عن الإخلاص في طلب العلم قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ينوي بطلب العلم هذا أن يرفع الجهل عن نفسه، وأيضا ينوي رفع الجهل عن غيره، ولا يريد به رياء ولا سمعة ولا ليقال هو عالم. ومن آداب طلب العلم العمل بما يعلم، فلا يليق بطالب العلم أن يحضر مثل هذه الحلق والدروس وهو لا يصلي مع الجماعة في المسجد، أو وهو يقع في الربا أو في عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو نحو ذلك. أين العلم الذي تعلمته؟ وعلم بلا عمل لا قيمة له، بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. ومن آداب طالب العلم الصبر والتحمل، وقد ساق الإمام مسلم في صحيحه في مواقيت الصلاة عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال الشراح إن الإمام مسلما إنما أورد هذا الأثر في باب مواقيت الصلاة، يعني كأن الإمام مسلما تعب في جمع طرقها وأسانيدها ثم أتى بهذا الأثر لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد من الصبر. الذي يريد أن يعيش في دائرة الراحة ولا يصبر ولا يتحمل لا يمكن أن يطلب العلم. فلا بد من أن يتحلى طالب العلم بالصبر. كان أسلافنا السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، والرحلة في ذلك الوقت ليست كالرحلة في وقتنا الحاضر. إذا ارتحل ما عندهم سيارات، ما عندهم طائرات، يرتحل إما على بعير أو راجلا يمشي على رجليه، يقطع القفار والصحاري والأودية والوهان، ثم ينقطع عن أهله تماماً
ما في وسائل اتصالات، غربة تامة، وينقطع مدة ليست قصيرة، مدة طويلة بالسنين، ينقطع عن زوجته، عن أولاده، عن أهله، كل ذلك من أجل تحصيل العلم وطلب العلم. وكان السلف الصالح عندهم حرص شديد على طلب العلم. ذكر البخاري في صحيحه قصة جابر معلقا لها بصيغة الجزم، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، من أجل حديث واحد. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام، ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. الآن أصبح العلم يأتي الناس، وأصبح مبثوثا ومتيسرا، أصبحت تعقد مثل هذه الدورات ومثل هذه الحلق وهذه الدروس، بل أصبح يمكن للإنسان أن يطلب العلم وهو في بيته عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وأصبحت هذه الدروس الآن تنقل بالصورة والصوت، فبإمكان الإنسان يطلب العلم وهو في البيت إذا وجد عنده همة عالية. المهم أن توجد الهمة والاهتمام بطلب العلم. ومن آداب طالب العلم الأدب وحسن الخلق والتأدب مع الآخرين، وبخاصة مع أهل العلم. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب ما علاقة رفعة الذين أوتوا العلم درجات بالتفسح في المجالس؟ أول الآية تفسحوا في المجالس، ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما وجه ارتباط أول الآية بآخرها؟ لا بد أن يكون في ارتباط، هذا كلام رب العالمين. فمن يبين لنا الجواب؟ نعم أحسنت، نعم، أن من لوازم طلب العلم الأدب، ومن الأدب التفسح في المجالس. فكأنه الآن الآية حثت على أدب من أدب المجلس وهو التفسح في المجالس، ثم بين الله تعالى أن الذين سيستجيبون لهذا الأدب الذين أوتوا العلم، لأن من لوازم العلم الأدب. وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأدب وعلى الخلق الكريم وعلى حسن التعامل مع المسلمين عموما ومع من له عليه حق على وجه الخصوص. ويلاحظ أن عند بعض طلبة العلم عندهم سوء خلق في تعاملهم مع الناس، إما جهوة أو يعني يقعون فيما يقع فيه بعض الناس من أمراض الأخلاق، وهذه ينبغي أن يكون طالب العلم بعيدا عنها، وأن يتحلى بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين ورحمة المؤمنين ومحبة الخير للمسلمين. هذه ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أيضا. ولعلي أختم بها هذه المقدمة، من آداب طالب العلم أن يظهر أثر العلم على طالب العلم في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم. طالب العلم يطلب العلم، لكن لابد أن يكون يظهر أثره عليه، يسهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر العلم الصحيح. وكل واحد منا عليه مسؤولية في مجتمعه القريب المحيط به، ببيته وأسرته وجيرانه وأهل مسجده، فيحرص على أن يدعو إلى الله وأن ينشر العلم الصحيح. وعدد سكان الأرض كم الآن عدد سكان الأرض؟ أكثر من 7 مليارات، 7 مليارات إنسان. كم عدد المسلمين بجميع الطوائف؟ 1.5 مليار، يعني أكثر من 5.5 مليارات غير مسلمين. فهل أقيمت الحجة وبين لهم الإسلام الصحيح وليس الإسلام المشوه الذي شوهه بعض أبناء المسلمين مع الأسف بتصرفاتهم السيئة؟ فلا بد من دعوة إلى الله عز وجل، لا بد على الأقل نبين
لهم الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نقيم الحجة وأن ندعو إلى الله عز وجل، وأيضا أن ندعو المسلمين أنفسهم إلى التمسك بهذا الدين العظيم. وأختم هذه المقدمة بأن أقول إن من أراد أن يستفيد من هذه الدروس وهذه الحلق فلا بد من أن يضبط آلية تحصيل العلم، لأن الذاكرة عند كثير من الناس اليوم قد ضعفت بسبب اعتمادهم على وسائل التقنية الحديثة. كان الناس قديما يحفظون أرقام الهواتف، يحفظون أشياء كثيرة، الآن أصبحوا يعتمدون على التقنية. فمن الذي الآن يحفظ 5 أرقام من أصدقائه وأقاربه؟ ما عدا أصبح الناس الآن يعتمدون على هذه الوسائل. والذاكرة إذا دربت قويت، وإذا أهملت ضعفت. فإذا نحتاج إلى أن نضبط العلم، ومن أبرز طرق ضبط العلم طريقتان. الطريقة الأولى هي الكتابة، أن الإنسان يلخص ما يسمعه في هذه الدروس، يلخصه بطريقة مناسبة له بحيث يسهل عليه مراجعة ما قيده من فوائد في دروس هذه الدورة وغيرها من دروس العلم. وتحتاج أيضا هذه الطريقة إلى سرعة في الكتابة. والطريقة الثانية هي طريقة التسجيل، يأتي الإنسان بالمسجل ويسجل ثم يستمع للدرس مرة مرتين وثلاث حتى يستقر في ذهنه. وبعض الناس كما يقولون سمعي وبعض الناس بصري، يعني بعض الناس الاستماع عنده أفضل، إذا استمع ضبط العلم أكثر، وبعض الناس بصري لا، إذا قرأ ضبط أكثر. فيختار الإنسان الطريقة المناسبة. لكن الذي يحضر ولا يضبط العلم يستفيد الأجر والثواب فقط، لكن ما يسمعه سيتبخر أكثره إن لم يكن كله، ويبقى في دوامة، يحضر دروسا كثيرة ويحضر حلق ودورات والنتيجة ضعيفة بسبب ضعف ضبط آلية التحصيل. وأكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة. الدرس الذي معنا هو استكمال لما كنا قد بدأناه في المسجد الحرام من دروس في الفقه، في شرح كتاب العمدة في الفقه، وقد وصلنا إلى كتاب الإجارة. ومن فاته شيء من هذه الدروس فليرجع إليها، موجودة على موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موجودة ومسجلة، وموجودة أيضا على موقعي الرسمي، كلها موجودة ومتيسرة. وهذا الكتاب العمدة في الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة، وقد صنف 4 كتب في الفقه على 4 مستويات. الكتاب الأول هو هذا العمدة، وجعله للمبتدئين، وجعله مبنيا على القول الراجح مع الدليل أو التعليل، وبناه على الراجح عنده في المذهب الحنبلي. المستوى الثاني، من يذكر لنا؟ نعم، المقنع. المقنع ومنهجه فيه أن يذكر الأقوال داخل المذهب الحنبلي مجردة عن الدليل أو التعليل. الكتاب الثالث، نعم، لا نعم، الكافي وقد ألفه للمتوسطين، ومنهجه فيه أن يذكر الأقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل أو التعليل. الكتاب الرابع، نعم، المغني الذي هو موسوعة فقهية عظيمة، وقد ومنهجه فيه أن يذكر الأقوال داخل مذهب الحنبلي وغيره من المذاهب مع الدليل أو التعليل. والمذاهب العلماء كثيرة لكنها اندثرت ولم يبقى منها إلا 4 مذاهب: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والمطلوب من طالب العلم أن ينطلق من مدرسة فقهية من إحدى هذه المدارس، لكن لا يتعصب لها وإنما يتعصب للدليل. أما قولنا أنه ينطلق من مدرسة فقهية حتى يكون مؤصلا، الذي لا ينطلق من مدرسة فقهية لا يكون مؤصلا، يكون عنده ضعف،
ولا يكون عنده منهجية ولا يكون عنده قواعد في طلب العلم. فبعض الإخوة يعني بعض طلبة العلم يقول آتي وأقرأ كتب الحديث فقط، أفتح البخاري ومسلم وكتب الحديث وبلوغ المرام، هذه فيها فائدة لكنها لا تعطي تأصيلا لطالب العلم. إذا أردت أن تتفقه فاجمع بين الفقه والحديث، انطلق مدرسة فقهية وارتبط بالحديث وبالدليل من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك يأتي الترجيح لما يقتضيه الدليل وليس للمذهب أو لقول فلان أو فلان. هذه المنهجية الصحيحة لطلب العلم وللتفقه. فلا بد إذن من الانطلاق من مدرسة فقهية، سواء انطلقت من مدرسة الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة. لكن هنا انطلقنا من مدرسة الحنابلة، المذهب الحنبلي هو السائد هنا في المملكة، وأيضا مذهب الحنبلي إمامه من؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الفقيه المحدث. وأيضا تتميز كتب الحنابلة بأنها أكثر وضوحا وخدمة أيضا خدمت، ولكن نحن ننطلق منها فقط ولا نتقيد. ولذلك سترون أن نرجح في مسائل كثيرة خلاف ما قرره المؤلف رحمه الله. وإن أردت أن تنطلق مثلا مذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي فلا بأس، المهم أنك تنطلق مدرسة فقهية وترتبط بالدليل من الكتاب والسنة، ثم تجعل لك ترجيحا خاصا بحسب ما يقتضيه الدليل، مستأنسا باختيارات المحققين من أهل العلم. هناك بعض العلماء يشتهروا بالتحقيق في المسائل الخلافية، فيستأنس الإنسان بترجيحاتهم واختياراتهم في المسائل الخلافية. طيب، كنا قد وصلنا إلى كتاب الإجارة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإجارة. الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. أما تعريفها اصطلاحا، المؤلف عرفها بتعريف مختصر، قال: هي عقد على المنافع. وعرفها غيره، قال: هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. فقولنا في التعريف عقد على منفعة، فالإجارة عقد على المنافع وليست على الأعيان. فعندما أؤجرك أن تسكن هذا البيت لمدة شهر، فعقدت على منفعة السكنة وليس على البيت نفسه، منفعة سكنة هذا البيت لمدة شهر، هذا إذن هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة كبيت أو دار أو موصوفة في الذمة، كأن أقول أؤجر عليك سيارة موديلها كذا وأوصافها كذا لمدة شهر. مدة معلومة لا بد من تحديد المدة، أو عمل معلوم بعوض معلوم، أو مثلا أستأجرك أن تقوم لي ببناء جدار أو لتحمل بضائع أو لتفعل كذا. وسيأتي، وهذا له قسمان: أجير خاص وأجير مشترك، سيأتي الكلام عن تفاصيل ذلك. إذن الإجارة هي نوع من البيع لكنها بيع منافع، هي بيع منافع وهي جائزة بالإجماع. قال: عقد على المنافع لازم من الطرفين، من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد لازم من وجه، جائز من وجه آخر. طيب، القسم الأول عقد لازم. إذا سمعت هذا المصطلح عقد لازم، ما معنى عقد لازم؟ نعم، تفضل. نعم،
أي نعم، يعني لا يملك أحد من المتعاقدين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، إذا تم لزم، لكنه في البيع لا يتم إلا بعد التفرق بالأبدان، ومثل ذلك الإجارة. طيب، عقد لازم قلنا إذا تم فلا يملك أحد المتعاقدين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. نريد أمثلة لهذا العقد اللازم، فمن يذكر لنا أمثلة؟ نعم، عقد البيع وعقد الإجارة هذه كلها عقود لازمة. طيب، عقد جائز، ما معنى هذا المصطلح؟ نعم، لا، أول معنى المصطلح، نعم، لا، ليس مقصود مباح. أحسنت، يجوز لكل من المتعاقدين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. من يمثل لنا العقد الجائز؟ عقد الوكالة. أحسنت، عقد الوكالة، فلكل من الوكيل والموكل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. هناك عقود جائزة من وجه ولازمة من وجه آخر، مثل الرهن. الرهن لازم في حق الراهن الذي عليه الحق، وجائز في حق المرتهن الذي له الحق. طيب، عقد الإجارة، هنا المؤلف يقول إنه عقد لازم. لو أنك ذهبت إلى مكتب تأجير العقار ثم قلت عندكم مثلا بيت، قال نعم، استأجرت هذا البيت لمدة سنة ووقعت العقد وخرجت من هذا المكتب، بعد ساعتين أو ثلاث أتيت له وقلت لا، أنا تراجعت، هل تملك التراجع؟ لا، نقول خلاص العقد لازم إلا برضا المؤجر، أما إذا لم يرضى فتلتزم بهذا العقد، لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة. قال المؤلف: لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها إلا برضا الطرف الآخر. وإذا رضي الطرف الآخر بالفسخ، ماذا يسمى هذا الفسخ عند الفقهاء؟ له مصطلح، إقالة، يسمى إقالة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. قال: ولا تنفسخ بموته. نحن طبعا لم نشأ أن نأتي بقارئ، لأن المتن موزع عليكم جميعا، الإخوة في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طبعوا متون الدورة ووزعوها عليكم، فتابعوا معنا في المتن. ولا تنفسخ بموته، يعني إذا توفي أحد الطرفين المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة، وإنما يقوم ورثته مقامه. ولا بجنونه، يعني لو جن المؤجر أو المستأجر لم ينفسخ عقد الإجارة، وإنما يقوم ورثته مقامه. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وتنفسخ، بعدما بين أمورا لا تنفسخ بها الإجارة انتقل للكلام عن أمور تنفسخ بها الإجارة. قال: تنفسخ بتلف العين المعقود عليها. إذا تلفت العين انفسخ عقد الإجارة. مثلا استأجرت بيتا ثم انهدم هذا البيت، انفسخ عقد الإجارة. استأجرت سيارة ثم تلفت هذه السيارة، أتاها مثلا حريق احترقت من غير تعد منك ولا تفريط، هنا ينفسخ عقد الإجارة. وانقطاع نفعها، إذا انقطعت منفعة العين المؤجرة أيضا انفسخ عقد الإجارة. كما لو استأجرت سيارة ثم أصبحت لا تشتغل، تعطلت، هنا ينفسخ العقد. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما أو حديثا. لو استأجر الإنسان عينا ثم وجد فيها عيبا فله أن يفسخ العقد، سواء كان العيب قديما أو كان العيب حديثا، لأن الإجارة هي نوع من البيع، هي بيع منافع، ومن اشترى سلعة وبها عيب كان له الخيار، وهذا يسميه الفقهاء خيار ماذا؟ خيار العيب. أحسن، هكذا أيضا الإجارة، من استأجر
شيئا ووجد فيه عيبا فله الخيار في أن يفسخ هذا العقد أو أن يستمر فيه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط صحتها، قال: ولا تصح إلا على نفع معلوم، فلا تصح على نفع ما كان فيه منفعة مجهولة أو ليس فيه منفعة. طيب كيف يكون النفع معلوما؟ قال المؤلف: إما بالعرف أو بالوصف، ومثل المؤلف بأمثلة. إما بالعرف كسكن الدار، لو استأجرت دارا لسكناها. طيب كيف سكن الدار؟ كيف سكن الدار؟ سكن الدار معروفة بالعرف، ما يحتاج أن يوضح لك كيف يسكن الدار، كيف يستخدم البيت، كيف يستفيد من البيت، لأن هذا معلوم بالعرف. وعند العلماء قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أو بالوصف، مثل المؤلف لهذا، قال: كخياطة ثوب معين. خياطة الثوب تعتبر أجرة أو تعتبر استصناع. ذهبت للخياط وقلت له: خط لي ثوبا، هل نعتبر يعني هذا توصيف الفقهي لهذا العقد، هل هو إجارة أو استصناع؟ المؤلف طيب قال: اعتبرها إجارة. نعم، أحسنت. إذا اشتريت القماش وقلت للخياط: خط لي هذا الثوب، فهذا إجارة. أما إذا قلت للخياط: لا، أنت اشتري القماش وخط لي، هذا استصناع. خذ هذه الفائدة. فإذا خياطة الثوم نقول لا يخلو، إما أن تأتي له بالقماش وتطلب منه خياطة الثوم، فهذا التوصيف الفقهي له أنه إجارة، تستأجره على خياطة هذا الثوم، وهذا هو مراد المؤلف بقوله خياطة الثوم. وإما أن تقول للخياط: أنت الذي اشتري القماش وخط لي هذا الثوم بهذه الأوصاف، فهذا يعتبر استصناع، وكلاهما جائز. قال: أو بناء حائط. يستأجر رجلا يقول: ابن لي الحائط على أوصاف كذا وكذا، هذا عقد صحيح. أو حمل شيء إلى موضع معين، احمل لي هذا الشيء إلى المكان الفلاني، هذا عقد إجارة صحيح، وضبط ذلك بصفاته، لا بد من أن تذكر الصفات وتضبط. قال: كما يشترط معرفة الأجرة بأن يتفق الطرفان على أجرة، سواء كانت الإجارة إجارة عين أو إجارة عمل. طيب لو ركبت مع سيارة أجرة، قلت له: أريد أن توصلني من مكة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، هنا لابد أن تتفق مع على أجرة معينة، تقول مثلا 200 ريال مثلا. طيب لو افترضنا أنك ركبت مع سائق الأجرة وسكت، قلت: وصلني مطار، قال: تفضل، ولم تتفق أنت وإياه على أجرة، ثم لما وصلت المطار اختلفتما، هو يقول: أعطني 300 ريال، أنت تقول: لا، أعطيك 200 ريال، فحصل بينكما خلاف، فما الموقف الشرعي من هذا؟ نعم، أحسنت، يرجع لأجرة المثل. أجرة المثل، كم سيارات الأجرة توصل من مكة إلى المطار؟ فإذا قال الناس مثلاً 200، خلاص لا تعطيه إلا 200، وإذا قالوا 300 إذن أعطي 300، إذا قالوا 100 أعطي 100، بحسب إذن أجرة المثل. وأحياناً مثلاً لا يتم الاتفاق على أجرة، ثم بعد ذلك يعترض أحدهما يقول: أنا ما أبحتك، نقول: أعطيه أجرة المثل، حتى لو قال ما أبحتك هذا لا يضر، المهم أن تعطيه أنت أجرة المثل،
إذن إذا كانت الأجرة مجهولة فيرجع في تحديدها إلى أجرة المثل. كيف نعرف أجرة المثل؟ نرجع للعرف. مثلاً أجرة السيارة نسأل مثلاً سيارتين ثلاث، كم العادة عندكم التوصيل من مكة إلى مطار جدة؟ فنأخذ برأي الأغلبية، هذا هو الذي يحدد أجرة المثل. طيب، قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، يعني وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفة هذه العين. استأجرت سيارة لا بد أن تعرف مواصفات هذه السيارة، لونها وموديلها ومواصفاتها الأخرى. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. طيب، لو استأجرت بيتا ثم إنك ما أعجبك هذا البيت، أو أنك أتيت بأهلك وما أعجبهم، أو مثلا شخص تزوج وما وفق في زواجه ومدة العقد سنة، أنت الآن ذهبت للمؤجر، قال المؤجر الإيجار عقد لازم أكمل السنة. طيب، تقول إذن أنا أيها المستأجر أريد أن أؤجر هذا العقار، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن تؤجره لمن كان مثلك أو دونك في الضرر. ولهذا قال المؤلف ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه، يعني مثل أو دونه، من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. فتأتي بإنسان يستأجر البيت مثلك، لكن إذا كنت استأجرته للسكنة ما تأتي مثلا بورشة تؤجر عليهم، فالمؤجر صاحب البيت يقول أجرتك هذا البيت للسكنة، كيف أنت تؤجره لأن يكون ورشة أو يكون محل حدادة أو نجارة؟ لأن هذا فيه ضرر على صاحب البيت. قال وإن استأجر أرضا. طيب، ما رأيكم في من يستأجر ثم يؤجر طلبا للتكسب؟ شخص يأتي، وهذا الآن معمول بكثير في مكة، يأتي لفندق يقول نستأجر منكم جميع غرف الفندق، يستأجرها ثم يبدأ يؤجرها على الناس بزيادة ويتربح. بناء على كلام المؤلف يصح هذا أو لا يصح؟ ها؟ يصح، لأنه ملك المنفعة، لكن بشرط أن يؤجرها لأناس مثله أو دونه في الضرر، يعني يؤجرها لأناس يسكنون فيها، فهذا يصح لا بأس به، لأنك لما استأجرت هذه الغرف مثلا نفترض لمدة شهر أنت ملكت المنفعة، أنت حر فيها، إن شئت سكنت فيها وإن شئت بعت هذه المنفعة، يعني أجرتها لغيرك. قال وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، أيضا تفريعا على هذه القاعدة، استأجر أرضا ليزرعها فله أن يزرع ما هو أقل منه ضررا، كان يزرع مثلا بدل استأجرها لزراعة البر فأراد أن يزرع مكان البر شعيرا لا بأس، لكن قال فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. فلو استأجرها لزراعة البر فزرع بدلا من ذلك قطن، فهنا قد خالف وأجرها على من هو أكثر منه ضررا، لأن القطن يعني يستنزف ويعني أثره على الأرض أكثر من البر، أو يخالف ضرره ضرره، فضرر زراعة البر يعني أقل من ضرر زراعة القطن. طيب، ما الحل؟ قال فعليه أجرة المثل. فننظر مثلا أجرة المثل عند أهل الزراعة، أجرة زراعة القطن كم؟ إذا كان استأجر هذه الأرض لزراعتها قمحاً 10,000، قالوا لو استأجرت لزراعة القطن لأجرت 12,000، فيلزم بأن يدفع الفرق وهو 2,000.
قال وإن استأجر إلى موضع فجاوزه، يعني استأجر سيارة أتى لمكتب من مكاتب تأجير السيارات وقال أنا أريد أن أذهب بالسيارة إلى جدة، لكنه ذهب بالسيارة إلى المدينة، فما الحكم؟ أو لحمل شيء فزاد عليه، استأجر السيارة قال أريد أن أحمل عليها بضاعة كذا طن ثم إنه زاد، فعليه أجرة المثل للزائد، ويرجع في تحديد أجرة المثل لأهل تلك الحرفة أو الصنعة، إذا كانت سيارة يرجع لأرباب السيارات، إذا كانت زراعة يرجع لأرباب الزرع وهكذا. وضمان العين إن تلفت، انتقل المؤلف للكلام عن ضمان العين المستأجرة، قال ضمان العين إن تلفت يعني بسبب تلك الزيادة السابقة في المسافة أو الحمل، وإن فالذي يتحمل هذا الضمان هو المستأجر، لأنه قد تعدى بتلك الزيادة، استأجر هذه السيارة إلى جدة فذهب بها إلى المدينة فحصل لهذه السيارة حادث، فيتحمل المستأجر الضمان سواء تلفت حتى بغير تفريط منه، لأنه بمجرد تجاوزه للمسافة قد تعدى فيضمن على كل حال. هذا مراد المؤلف من هذه العبارة، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. هذا رجل استأجر سيارة من إحدى مكاتب التأجير، ثم إن هذه السيارة تلفت، احترقت من غير تعد منه ولا تفريط، لم تكن الحرارة مرتفعة، الماء والبنزين والزيت وكلها سليمة، فهنا لا يضمن، لأن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا المستأجر أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. انتقل المؤلف للكلام عن أقسام الأجير، والأجير يقسمه الفقهاء إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك، ويعرفون الأجير الخاص بأنه من قدر نفعه بالزمن، ويعرفون الأجير المشترك بأنه من قدر نفعه بالعمل. من يمثل لنا للأجير الخاص؟ نعم، نعم، الموظف مثلا، موظف في جهة من الجهات على أن يعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة، فنفعه مقدر بالزمن سواء أنجز أو لم ينجز، مثل أيضا السائق الخاص، هذا يعتبر أجير خاص، الخادم يعتبر أجير خاص. طيب الأجير المشترك هو من قدر نفعه ليس بالزمن وإنما بالعمل، يعني يعمل لك ويعمل لغيرك، من يمثل لنا؟ نعم، لا الطبيب بينهما سيأتي في غير الطبيب، نعم، طيب بارك الله فيك، نعم. طيب لا نريد تحديدا، نعم، مثل البناء، مثل الغسال مثلا، الآن لو ذهبت للمغسلة الآن في مكة تعطي ثوبك يغسل لك ويغسل لغيرك، هذا يعتبر أجير مشترك. طباخ يطبخ لك ويطبخ لغيرك، فالذي يعني أجره مقدر بالعمل يعمل لك ويعمل لغيرك، هذا يسميه الفقهاء أجير مشترك. الذي نفعه مقدر بالزمن يعمل من ساعة كذا إلى ساعة كذا، أو أن مثلا سائق عندك أو خادم عندك تعطيه مرتبا على الشهر، هذا يسمى أجير خاص. المؤلف ابتدأ بالكلام على الأجير الخاص، عرف المؤلف الأجير الخاص قال هو الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، الذي عرفناه بتعريف أوضح من قدر نفعه بالزمن. طيب لو تلف ما بيد هذا الأجير الخاص، يقول المؤلف
فما يتلف في يده من غير تفريط لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. خادمة مثلا في البيت سقط منها الإناء وانكسر من غير تعدي منها ولا تفريط، غصبا عنها، هل تضمن؟ لا تضمن، لا تضمن. طيب سائق يسوق في الشوارع فعمل مخالفة وأتته مخالفة عن طريق الكاميرا، هنا عندنا في المملكة الساهر مثلا وفي بعض الدول الكاميرا التي تضبط المخالفات. طيب غرامة هذه المخالفة مرورية هل هي على السائق أو على المستأجر له؟ نعم على السائق، لأن السائق متعد بارتكاب المخالفة المرورية، فإذا تعدى يكون الضمان عليه. أما إذا لم يحصل من التعدي ولا تفريط، طيب السائق معه السيارة ملتزم بقواعد المرور ثم تلفت السيارة احترقت أو أصبحت لا تشتغل، حصل بها عطب، فهل يضمن السائق؟ لا يضمن، لا يضمن، لأنه أمين. فالأجير الخاص والأجير الأجير الخاص يده يد أمانة، ولهذا قال المؤلف لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. ثم انتقل المؤلف لتأجير لتضمين الحجام والختان والطبيب، وهذه سنؤجل الكلام عنها حتى نتكلم عن الأجير المشترك أولا، فننتقل لقوله ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله. فقوله ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله، هذا هو الأجير المشترك الذي عرفناه قبل قليل. هم من يعيد لنا التعريف؟ من قدر نفعه بالعمل، من قدر نفعه بالعمل. ومثل له المؤلف بالقصار، القصار هو المطرز الذي ينقش الثياب، كان موجودا قديما بكثرة الآن قل وجوده، والخياط الذي يخيط لك ولغيرك، هذا الذي هو الأجير المشترك، والغسال ونحوهما. المؤلف يقول أنه يضمن. طيب يضمن مطلقا؟ نعم على رأي المؤلف يضمن مطلقا، سواء كان التلف بتعدل أو تفريض أو من غير تعدل ولا تفريض. ويقولون إن يستدلون لهذا بأثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصناع ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا. ويقولون أيضا إن هذا تلف وما كان فيه تلف وإتلاف فيستوي فيه العمد والخطأ، هذا هو المذهب عند الحنابل وهو قول الجمهور. القول الثاني في المسألة أن الأجير مشترك كالأجير الخاص، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا هو القول الراجح، إذ أنه لا دليل يدل على تضمين الأجير المشترك، وهو قد قبض العين بإذن مالكها لمنفعته ويده يد أمانة، فكيف يضمن ويده يد أمانة؟ فالقواعد والأصول الشرعية تقتضي عدم التفريق بين الأجير الخاص والمشترك، وأنه لا يضمن التلف إلا إذا كان التلف بسبب تعد منه أو تفريط. إذا نخلص من هذا إلى أن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، والأجير المشترك محل خلاف، فمن العلماء من قال أنه يضمن مطلقا، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال أنه لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، وهذا هو القول الراجح. طيب نرجع لعبارة المؤلف السابقة التي قلنا نؤجلها، الحجام والختان والطبيب، هل هؤلاء يعتبرون من قبيل الأجير الخاص أو من أجير المشترك؟ نعم أحسنت، هم يعتبرون من قبيل الأجير الخاص من وجه والأجير المشترك من وجه، وهم بين وبين، هم يعملون يعني نفعهم مقدر بالعمل ويعملون لعدة أشخاص، لكن الطبيب إذا عمل لك في زمن معين يخصص لك وقت، وهكذا أيضا الحجام وهكذا الختان، فهؤلاء بين وبين، بين الأجير الخاص والأجير المشترك. قال إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم فلا ضمان عليه،
الطبيب أجرى عملية وفشلت العملية ومات هذا المريض، هل يضمن؟ هل عليه دية وكفارة؟ لا، لا يضمن، إلا إذا كان ذلك بتعد منه أو تفريط. نعم، مثلا العملية أصبح يكلم بالجوال وكذا حتى تسبب في وفاة هذا المريض، تأخر في 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 إجراء العملية، أو حصل منه تعد. المقصود أنه إذا حصل منه تعد أو تفريط يضمن. زيادة الجرعة مثلا، إعطاء المريض دواء وغير مناسب، فإذا حصل من الطبيب تعد أو تفريط فإنه يضمن. أما لو اجتهد الطبيب، اجتهد لكن لم يوفق، فشلت العملية، فإنه لا يضمن. جاء عند أبي داود بسند صحيح عن أبي رمثة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى في ظهره شيئا، فقال: يا رسول الله، ألا أداوي لك هذا؟ فإني طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رفيق، وإنما الطبيب الذي خلقها. يعني الطبيب الذي يعرف كل شيء ويداوي كل شيء ويكون دواءه شافيا هو الله عز وجل والذي خلقها، لكن أنت رفيق، أنت ترفق بهذا المريض، تجتهد في وصف دواء له، قد يفيد هذا الدواء وقد لا يفيد، قد ينفع وقد لا ينفع، فالشفاء من الله، وأما صرف العلاج فهو بذل سبب. ولذلك أحيانا تجد مريضين يصرف لهما نفس الدواء والطبيب هو الذي يكتب نفس العلاج، أحدهما يشفى والآخر لا يشفى، لأن الشفاء من الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. إذا المؤلف لما قال: ويضمن القصار والخياط ونحوه ما يستقبل عمل ما تلف بيده أجر مشترك، وقلنا الراجح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، رجع المؤلف واستدرك قال: دون ما تلف من حرزه. يعني الأجير الخاص لا يضمن السلعة إذا تلفت عنده وقد حفظها، فهذا استثناء من تلك المسألة، وهذا مما يضعف هذا القول. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من علامة القول المرجوح ورود وكثرة الاستثناءات عليه، لأن القول الراجح يكون مضطرداً لا يرد عليه استثناءات إلا ما قل أو ندر، فكأن المؤلف لما رأى ضعف هذا القول رجع واستثنى منه هذه المسألة. وعلى القول الراجح أن الأجير المشترك أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، قبل أن يعني ننتهي من هذا الباب، يعني هناك بعض المسائل المعاصرة في كتاب الإجارة، ومنها التأجير المنتهي بالتمليك، وهذا العقد لم يكن معروفا عند المجتمعات الإسلامية قبل ذلك، ما عرف إلا في يعني السنين الأخيرة، وانتقل للمجتمعات الإسلامية عن طريق الغرب، فأول ما عرف عند الغرب ثم انتقل للمسلمين. وأول ما أتى هذا العقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من حرم ومنهم من أجازه، ثم بعد ذلك استقر رأي كثير من أهل العلم المعاصرين على أن هذا العقد له صور متنوعة، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. فإذا اجتمع البيع والتأجير في عقد واحد على عين معينة في زمن واحد فهذه الصورة ممنوعة. أما إذا كان العقد عقد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك إما بالهبة أو بالبيع فلا بأس به. مثال ذلك شركة تأجير يقول: نحن نؤجر عليك هذه السيارة، أو بنك أو أي أو فرد يقول: نؤجر عليك هذه السيارة تأجيرا منتهي بالتمليك،
لمدة 10 سنوات، تدفع لنا كل شهر مبلغ قدره كذا، على أنه عقد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة، وإذا التزمت بسداد جميع الأقساط فنحن نعدك بأننا سنهب لك هذه السيارة هبة، فهذا لا بأس به. صورة أخرى يقولون نؤجر عليك هذه السيارة تأجيرا لمدة معينة، وإذا التزمت بسداد الأقساط فنبيع عليك السيارة فيما بعد بأجل مخفض، بأجرة مخفضة، نبيع عليك هذه السيارة بمبلغ مخفض، وهذا المبلغ المخفض يسميه بعضهم الدفعة الأخيرة، وهذه صورة أخرى، وهذه لا بأس بها كلها. المهم أن يكون العقد عقد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة، ولا تكون الإجارة ساترة للبيع. إذا كان تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك فهذا جائز. وهذه الصورة الآن هي الصورة السائدة الآن الموجودة الآن في كثير من دول العالم، أن التأجير حقيقي مع وعد بالتمليك، لأن الصورة الممنوعة التي عقد إيجار وعقد بيع في الوقت نفسه لا يريدونها أصلا، لأنهم يريدون أن تبقى ملكية السلعة باسمهم، ولذلك يقول نحن نؤجرك تأجيرا مع وعد بالتمليك. طيب لو كان التأجير منتهي بالتمليك لبيت، يقول البنك أنا أؤجر عليك هذا البيت أو هذا العقار لمدة 20 سنة أو 30 سنة، على أنك إذا سددت جميع الأقساط أهب لك هذا البيت أو أبيعه عليك بسعر مخفض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. الأصل في المعاملات الحل والإباحة. الله تعالى يقول وأحل الله البيع والإجارة بيع منفعة، لكن بعض عقود التأجير المنتهي بالتمليك قد يعتريها شروط محرمة، ومن ذلك شرط غرامة التأخير. يكون عقد تأجير منتهي بالتمليك لكن يكون من ضمن بنود العقد إذا تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الإيجارية تحسب عليه غرامة التأخير مقدارها كذا، فما حكم غرامة التأخير هذه؟ ما حكمها؟ نعم لا تجوز. لماذا؟ نعم هذه محرمة، غرامة التأخير محرمة، وذلك لأنها نظير ربا الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد وإما أن تؤخر وأزيد عليك، هذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا الشرط إذن شرط محرم. انتبه لهذا الشرط، شرط غرامة التأخير ترى يوجد في كثير من التعاملات البنكية، ففي بعض بطاقات الائتمان يقولون بطاقات الائتمان غير المغطاة، يعني التي تكون دون رصيد، يقول إذا سددت وإلا نحسب عليك غرامة التأخير، هذا أيضا لا يجوز، هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن تؤخر السداد لكن نزيد عليك غرامة التأخير. طيب بعض البنوك والمؤسسات في العالم الإسلامي قالوا نحن نشترط هذا الشرط وهو غرامة التأخير لكن لا نأخذ هذه الغرامة وإنما نضعها في وجوه البر، فما حكم هذا؟ نعم نقول حتى وإن كان الربا يبقى ربا، حتى لو أخذها الإنسان ووضعها في جوء تصدق به. بعض العلماء المعاصر أجازوا هذه الصورة لكن قول مرجوح، الصواب أنها لا تجوز، وهذا المدين سواء كان مستأجرا أو مشتريا أو مقترضا، المدين عموما إذا كان معسرا وجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان موسرا وجب عليه أن يسدد،
فإن لم يسدد فيجبر بالقوة عن طريق المحكمة، يجبر على السداد عن طريق المحكمة أو الشرطة أو يعني جهات الدولة التي المخولة بإجباره، لكن أن يؤخذ غرامة التأخير هذا لا يجوز. وهذا الشرط أحياناً يكون في بعض شروط التأجير المنتهي بالتمليك، فانتبهوا لهذا الشرط. لكن لو كان شرط التأجير المنتهي بالتمليك تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة ولم يوجد فيه شرط غرامة التأخير، وقالوا في نهاية المدة نملكك هذه السلعة وهذا العقار إما بهبة أو ببيع بسعر مخفض، فهذا لا بأس به، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. طيب، ما الفرق بين التأجير المنتهي بالتمليك لمدة 20 سنة وبين بيع التقسيط لمدة 20 سنة؟ كانت البنوك قبل أن يوجد التأجير المنتهي بالتمليك تبيع بالتقسيط، لما جاءت التأجير المنتهي بالتمليك البنوك والشركات فضلت التأجير المنتهي بالتمليك على بيع التقسيط، فما الفرق بينهما؟ نعم طيب، في فرق أوضح؟ نعم، طيب نريد فرق أوضح. لا، ما هو السبب الذي يجعل البنوك والشركات والمؤسسات تفضل التأجير المنتهي بالتمليك على بيع التقسيط؟ نعم، أحسنت. السبب أن بيع التقسيط المشتري تنتقل ملكية السلعة للمشتري، بينما التأجير المنتهي بالتمليك هل تنتقل الملكية للمستأجر؟ لا، هي باقية للمؤجر. ولذلك البنوك والشركات تفضل التأجير لأن ملكية هذه السلعة باقية عندهم، فهذا هو الفرق. فالمشتري تنتقل الملكية له، المستأجر لا تنتقل الملكية له. ونكتفي بهذا القدر في كتاب باب الإجارة، وإن شاء الله غدا نبدأ في باب الغصب وما بعده، نفتتح به درسنا القادم إن شاء الله تعالى.